نرى خطورة استمرار الحرب، وهذه ستؤدي إلى أولاً تهديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الكيان الإسرائيلي وخلق جو الحرب في المنطقة والتهيئة للهجوم على مواقع معينة في الجارة إيران. ثانياً، إطلاق التهديدات باتجاه جمهورية العراق. الغرض من هذه التهديدات من قبل الكيان الإسرائيلي هو إدخال العراق في ساحة الحرب. ثالثاً، نحن في العراق نرفض رفضاً باتاً استغلال الأجواء العراقية كجزء من فضاء الحرب. رابعاً، في اتصالاتنا مع العديد من زملائنا نحاول إبعاد شبح الحرب على المنطقة وخاصة عن العراق. خامساً، نؤكد للجميع أنه ليس للحكومة العراقية قرار الحرب، وإن قرار الحرب والسلم خاضع للدولة فقط وبسلطاتها الثلاث. فالمادة 61 تاسعاً من الدستور العراقي تشير بوضوح إلى اختصاص مجلس النواب الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، وذلك بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ويخول البرلمان رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ. ستة، إن استمرار الحرب وتوسيعها باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستغلال العراق واستغلال الأجواء العراقية كممر أمر غير مقبول ومرفوض بتاتا. نحن نسعى لعدم وقوع الحرب، وإذا وقعت لا سمح الله فيجب بقاء العراق وأجوائه خارج إطار الحرب. سابعا، إن وقوع الحرب لا سمح الله في هذه المنطقة سيؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم في جميع المنطقة، والحرب القادمة إذا وقعت لا سمح الله إذا لم نقف أمامها ومنعها ستؤدي إلى فوضى مسلحة، وتبدأ التنظيمات الإرهابية مثل داعش وغيرها إلى إعادة تنظيماتها وتنظيم هجماتها الإرهابية، وهذه التنظيمات هي تهديد للمجتمعات في المنطقة وللسلم العالمي. ثامناً، إن وقوع الحرب في المنطقة يؤثر على ممرات الملاحة وخاصة في الخليج ومضيق جبل هرمز، مما يؤدي إلى تهديد لتصدير الطاقة وبالتالي خلق أزمة دولية كبيرة في مجال الطاقة والاقتصاد. لذا ومن هنا ندعو جميع الدول المؤثرة والمعنية إلى العمل لإيقاف الحرب ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان.